حقيقة من المسلسلات اللي عاملة رد فعل قوي وناس كتيرة بدأت تتابعه من الحلقة الأولى مسلسل مسار إجباري، خصوصا أنه دراما اجتماعية بيقدمها اتنين من الشباب الموهوبين جدا وليهم حضور قوي، عصام عمر وأحمد داش، عاملين حالة حلوة كده مع قصة طبعا فيها تفاصيل مختلفة، بالإضافة طبعا إلى الكادرات العظيمة للمخرجة المبدعة نادين خالد. في الحقيقة المسلسل عامل توليفة حلوة قوي، عامل حالة عند الجمهور، حتى كمان على مستوى النقاط في إشادات كبيرة قوي بأداء الممثلين والحدوتة الاجتماعية اللي بيحكيها المسلسل عن اتنين شباب بيتفاجئوا بعد وفاة والدهم بأنهم إخوات، وأن والدهم كان متجوز في السر لمدة أكتر من 20 سنة. عملها إزاي ما تسألوناش، لكن المهم أنه في وسط الأحداث دي بيظهر بقى التأثير السلبي على السوشيال ميديا وقد إيه داخلة في كل حياتنا. وفي جملة يمكن شهيرة قوي كمان قالها أحمد داش في الحلقة الأولى، قال يخرب بيت السوشيال ميديا اللي بقت مأثرة على حياتهم وعلى طريقة تفكيرهم. طبعا المسلسل هنا بيأكد على أن التعامل السلبي مع السوشيال ميديا بيكون له تأثير مدمر للصحة النفسية، كمان بيخلق حالة من التشويش عدم التركيز، ده طبعا بقى بجانب الانعزال الأسري والهروب من الروابط الاجتماعية. بتلاقي كل واحد قاعد جوه البيت ماسك الموبايل بتاعه وعايش في عالم لوحده وفي عزلة كده لوحده. يعني احنا عشان كده النهارده هيكون معانا يمكن فقره مهمه يا شاذلي، وهي عن تاثير مواقع التواصل الاجتماعي على الصحه النفسيه للشباب والروابط الاسريه. مهم قوي الموضوع ده لان كلنا يعني داخل في حياتنا السوشيال ميديا بشكل صحيح او اخر. يمكن دلوقتي بقى في نوع من انواع الهوس كمان اكتر واكتر مع الوقت، مع مرور الوقت، فازاي ده بيأثر على الرابط الاسري، ازاي ده بيأثر علينا، هنتكلم في كل ده في خلال فقرتنا، فتابعونا في الحلقه النهارده. مره تانية بنصبح عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر.